شو هي كلمة الفلك لمواليد الميزان بشهر تشرين الثاني نوفمبر من عام 2023؟ إذا بلش يا عزيزي، طبعاً عم نحكي على الصعيد المهني والعاطفي بفيديو تاني، إذا بلش هالشهر بصورة عرجة يعني مش كتير منيحة، الأمور بتستقيم ابتداء من تاريخ 11 لما يدخل ميركور إلى برج القوس وفينوس إلى الميزان بتاريخ 9. ما رح أقول لك أنه هيدا شهر الأحلام والنجاح المطلق، بس بضل واعد، شهر واعد لإلك رغم بعض الثغرات يلي بتشوبه. بتعقد صداقات جديدة، بتحول بعض العلاقات السطحية إلى أكثر تأثير عليك وبصورة إيجابية. الظروف بتسهل طريقك والصدف بتسهل لك الدرب. يمكن تاخد قرارات مناسبة جداً، تتصرف بحكمة وتعقل، ويمكن تسقط مخطط مشتبه فيه ربما. بتعرف إنه هيدا مخطط وبتشتغل لإسقاطه. بتذهب بمخاطرة بس محسوبة، وبيتسنى لك إعادة هيكلة بعض المشاريع على أثر تطورات مفاجئة. الكواكب بتتوالى لبرج القوس تباعاً، وبتولد بنفسك الحماسة، يعني أنت موقع القوس لإلك منيح عزيزي الميزان. وهالكواكب بتظهر قدراتك وبتغمرك بجاذبية وثقة بالنفس كتير مهمين. سلاحك هالشهر التفاؤل ومواكبة الأحداث ببسمة ورضا، كأنك مستدرك أو عم تستدرك يلي جاي إيجابياً كان أم سلبياً، ما بتفرق، كأنك عارف وعم تتلقف شو عم بيصير. بتبين عن ألفة وحميمية أكثر من السابق تجاه الآخرين. بتوزع ابتساماتك وأفعالك الحلوة لخدمة أهدافك. ما رح تتوانى عن إلقاء التحية حتى على خصم لإلك بتحرجه وبتنتظر إنه تكون ردة فعله مربكة. رح تنظر إلى الأحداث بروح كتير عزبة ووجدان مبدع. ما رح يغشك متكلم بارع، فأنت بتعرف إنه المتحدث الكبير بتكون أعماله صغيرة، جران بارلور بوتي فوزور، اللي بيحكي كتير كبير مش بيعمل قليل. بتبتعد عن المشاحنات والضجيج والمجد الباطل، وبتكون واقعي جدا، فبيبتسم الحظ وبيسود جو من الألفة مع أصدقاء قدامى وآخرين جدد. يمكن البعض يخدمك من خلال وظيفته أو موقعه لتسيير أعمالك، وبيسهلوا قدامك المهمات. بعض مواليد الميزان بيستعيدوا شي ضاع منهم، أو بيرحبوا ببعض وبيرحبوا ببعض الآتي وبعض الحلول وبعض التسويات، لأنه بلوتون عاود سيره المباشر من الشهر الماضي وهلأ مستمر لأشهر آتية بدون تراجع، في حين أنه كوكب مارس والشمس بتدخلوا إلى العقرب، وهو منزل المال بالنسبة لإلك ويلي بيوعد بأرباح. شو يعني؟ يعني هالطالع الفلكي يعني ازدهار، أرباح، تسوية لمشاكل مادية سابقة، حدس كبير بدلك على الخيارات المناسبة. حتى القمر الجديد بالعقرب بتاريخ 12 يعني منزل المال، عقرب يعني للميزان منزل المال، يعني دورة جديدة من الأرباح بتطل عليها. هل في أرباح عاطفية؟ بفيديو تاني.